كاميرا، شو الفرق بين الراسبر باي والأردوينو مثلا؟ في فرق شاسع حقا بينهم. الأسايمنت الأولى أنا نزلت لكم علامتها صح؟ هي بس بتاعت التينكر كاد ما نزلتهاش لأني بدي أناقشها. علامة الأسايمنت ما نزلتش، مش أنا حاطط لكم إياها؟ آه أوكي، مش عاملها أكتب أنا، أنا صلحته زمان. أوكي بنزلها اليوم، بنزلها. اوكي راسبيري باي حكينا انه هو ريسك ماشين كورتكس ارم بروسيسور باورفول بروسيسور حتى اكثر من الاردوينو، عليها يو اس بي تقدر تشبكها مع كيبورد وماوس وشاشه وبصير كانها كمبيوتر، عليها جنرال بيربس انبوت اوت ديفايسز. ف هذا مره مره حكينا عنه كيف نشتغل فيها، اليوم نستعمل شغله معها. حكينا عن البايثون شوي كمان، يعني أكثر من السلايدز مش مطلوب منكم في البايثون حتى، بس أكمل بالسلايدز. وحكينا عن الالتراسونيك كيف نقيس الديستانس. التوبيك الثاني اللي بحكيه هون اليوم بحكي عن حكينا لو بدي اشبك تو اردوينز مع بعض، شو كان عندي طرق اشبك تو اردوينز مع بعض تعلمناهم لحد هلا، هذا اكتبنا على الشات شو ممكن استعمل عشان اشبك تو اردوينز مع بعض. شو رايكم؟ سيريال واحدة منهم، والثاني تذكر الثاني شو اسمه، حكي عن شغله ثانيه غير السيريال اللي هو اليورث. هذا السيريال في الـ I سكوير C، الـ I سكوير C، الـ I 2 C بالضبط، الـ I 2 C. هلأ في كمان إيش اسمه SPI Serial Peripheral Interface، هذا عادة نشبكه لما بدنا داتا ريت عالية و distance قليلة، يعني مثلا SD card أو شيء هيك. فا اسمه SPI Serial Peripheral Interface، هو Full Duplex. متذكرين شو يعني Full Duplex، شو يعني Half Duplex، شو يعني Simplex، شو يعني Full Duplex؟ حكيت عنهم لما حكيت عن السيريال برضو Full Duplex، إنه بيبعت وبيستقبل بإيش؟ كاميرا. شوف في عندنا سيمبلكس بيكون بس ببعته اتجاه واحد، هاف دبلكس ببعته بس في اتجاهين، وفول دبلكس شو رايكم؟ فول دبلكس ببعته بيستقبل اتجاهين بنفس الوقت، في نفس الوقت بالضبط ان ذا سيم تايم 100%. عندنا كلوك هو سينكرونايز، عندنا كلوك، عندنا هاي ماستر اوتبوت سليف انبوت بتنشبك مع ماستر اوتبوت سليف انبوت بالسليف، عندنا ماستر انبوت سليف اوتبوت، في عندنا سيلكت. هي سهله حقا ومستعمله كثير، فور وايرز، عندنا ماستر، عندنا سليفز، وهي سينكرونايزد. فعندنا كلوك فول دبلكس تقدر تشتغل على ميجا بت بير سكند، نبعت من 4 ل 16 بت كل مرة. هدول بنزل عليها إذا حكينا ماستر اوت سليف انبوت، ماستر انبوت سليف اوت، وهي السيلكت وهي الكلوك. هلا عندها كل واحد فيها عنده شيفت ريجستر، فلما على كل كلوك واحد بت بيطلع من الماستر بيدخل عند السليف، وبيطلع واحد من السليف بيجي على الماستر، يعني زي روتيت هيك بيعمل. عشان هيك بعد 7 كلوكس هون شو بصير؟ الداتا في الماستر وين بتكون؟
بعد 7 كلوكس يعني مشيتهم هيك تبع بريسليف بتكون بالضبط، وبالسليف بكون وين راحوا؟ يعني في نفس ال7 كلوك هدول بكون اللي بالسليف، عشان هيك هو فول دبلكس، يعني انت بتبعت من هون للجهه الثانيه ومن الجهه الثانيه بنبعت عندك. فانت حتى لو ما عندكش داتا حقيقه، لو انت بدك تبعت داتا وهداك فيش عنده داتا يبعت لك، راح يبعث لك ايش يعني، فيش له معنى بس راح يبعث برضه، فهو فول دبلكس. هاي الاشياء اللي حكينا عنها قبل شوي. كيف واحد بيشتغل؟ طبعا في الاول بدنا نحط الداتا في الشيفت ريجستر، نحط الداتا في الشيفت ريجستر، بنعمل سيلكت للتشيب اللي بدنا اياها، بعدين بكل كلوك احنا بنصير نبعت داتا، فكل هذا سينكرونايزد زي ما حكينا. يعني لو عندي داتا زي هيك بالاول وبالماستر بالسليف داتا زي هيك، يعني بالماستر في عندنا 1000 1101 01، هاي بعد 8 كلوكس بتلاقيها صارت عند السليف، وعند السليف اللي هي هون صارت عند الماستر. ممكن اشبك اكثر من سليف انا، كل واحد بصير بده سيلكت لحاله. ففيش هلا بالاي سكوير سي كان في عندنا شيء مميز في اي سكوير سي، شو كان؟ كان انه كل كيف هلا باليوارت العادي بالسيريال كم جهاز بقدر اشبك مع بعض بالسيريال العادي، لو كان في ار اكس تي اكس يعني جهاز مع جهاز، جهاز مع جهاز، جهازين. بالاي سكوير سي اذا متذكرين كان ممكن نشبك اجهزه كثيره صح، بس كل جهاز كنا نعطيه ادرس بالضبط. هلا هون فيش ادرس، هون في يا اما بكون عندك اكثر من سيلكت عشان تحكي مع اكثر من سليف، او بتبعت للكل والسليف المعين هو يعني راح يوصل الداتا للكل، والسليف المعين هو اللي بياخذ الداتا. في عندنا ايش اسمه كلوك بولاريتي، لما تكون من اللو للهاي، او اللو هي بالنسبه هي البولاريتي 0 والهاي هي البولاريتي 1 في الايدل ستيت. وفي عندنا الترانزيشن على الايدج، اذا الكلوك بولاريتي 0 وعلى الرايزنج ايدج بنسميه فيز 1، اذا 0 كلوك بولاريتي والفولينج على الفولينج ايدج فبنسميه فيز 0، والعكس صحيح كمان اذا 1 والفولينج ايدج بيكون فيز 1 وعلى الرايزنج ايدج بيكون فيز 0. هذه الفيز بنقدر نستعملها بالاس بي اي. خلينا نجرب نشوف مثال. طبعا هذا على هلا زي ما شايفين هون، هاي البنز تاعون ال الراسبير باي، زي ما شايفين هون في ماستر اوت بوت سليف انبوت، ماستر انبوت سليف اوت بوت، في عنده اس بي اي كلوك، في عنده راح تلاقي محل كمان تشيب سيلكت، تشيب سيلكت. هون في تشيب سيلكت 1 مثلا، تشيب سيلكت 0 للاس بي اي 0، الاس بي اي 1 مثلا بس عنده تشيب سيلكت 0. فهلا كيف ممكن الراسبر باي فيش فيها اي دي سي، فيش فيها اي دي سي، فكيف ممكن اشبك انا اي دي سي؟ ممكن اشبك اي دي سي خارجيه زي هاي، او ممكن اشبك ايش كمان، ممكن اشبك اردوين مباشره على الراسبر باي واستعملها كانها اي دي سي، يعني لان الاردوين عليها اي دي سيز، الراسبر باي ما عليها اي دي سي، فانا ممكن استعمل هاي الاي دي سي ام سي بي 3008، هاي الكاركترستيك تاعونها هي 10 بيتس، انترنال دايجرام تاعها عندها اكثر من شانل زي ما شايفين، بقدر اشبكها بالطريقه هاي على الاس بي اي جراوند وبي سي سي واضحات وين بيروحوا. هلا الماستر اوتبوت سليف انبوت بتروح على الداتا ان في الام سي بي، والداتا اوت بتروح على الماستر انبوت سليف اوت. تعال مين ماستر؟ الماستر
الراسبيري باي. الراسبيري باي هو الماستر، والسليف هو الام سي بي. طبعا تشيب سيلكت، هلا تشيب سيلكت اللي هي هاي تشيب سيلكت، بتروح على تشيب سيلكت في الام سي بي والجراوند. الجراوند والبي سي ايش الثاني؟ فهيك تشبكتها. هلا في عندنا سنسور شفتوه قبل هيك، ال دي ار. ال دي ار حد بيعرف شو كيف بيشتغل ال دي ار او شو هو ال دي ار؟ لايت ديبندنت ريزيستور. كل ما زيد الاضاءه شو بصير في المقاومه تاعته؟ شو رايكم؟ كل ما زيد الإضاءة المقاومة إيش؟ زي ما أنتم شايفين هون بزيد الإضاءة. هاي ذات الإضاءة المقاومة صار فيها، هاي المقاومة هون، هاي الإضاءة هون بتكل. فهاي فكرته. فبنقدر نستعمل هذا السنسر لأشوف إنها شدة الإضاءة أو إن الدنيا عتمة أو فضاء. فعادة بنشيل كيس الإضاءة، فبتكون ال طبعا إذا تغيرت المقاومة اللي هون شو بتغير كمان هون؟ الفولتج أوتبوت هذا ثابت ولا بتغير؟ يعني إذا زادت الإضاءة شو رأيكم في الفولتج هذا شو بصير فيه؟ زادت الإضاءة الفولتج هذا بزيد. ليش بزيد؟ لأن المقاومة اللي فوق شو بصير فيها؟ يعني طبعا هو بصير فولتج ديفايدر. فولتج ديفايدر هون اذا مقاومه صغيره بتكون كل الفولتج هون، اذا العكس صحيح. فهي الطريقه عشان اعرف قديش شده الاضاءه. بقيس الان حقيقه بقيس الفولتج اللي هون، بس هو الفولتج له علاقه طبعا بالمقاومه. يعني لو هاي 1 كي وهاي 1 كي كم بيكون الفولتج اللي هون؟ إذا الـ LDR عندها 1 كي والـ R1 1 كي شو بتكون الإضاءة الفولتج اللي هون؟ 2.5. طبعا لما أقيسه في المايكرو كنترولر إذا هو 10 بيتس معناته 2.5، واللي عندي الريفرنس فولتج 5 فولت معناته الـ 2.5 فولت قديش بيعطيني على الأنالوج؟ لما كأني أعمل أنالوج ريد مثلا في الأردوينو كم بيعطيني مفروض؟ إذا 2.5 فولت و10 بت و5 فولت ريفرنس، شو رايكم؟ لا ليش بيعطي 0 و 512؟ انه اذا يعني اذا 5 فولت بعطيك 1023، واذا 0 فولت بعطيك 0. فاذا بعطيك 2.5 فولت هون بدي اعطي رقم بالنص اللي هو 512 تقريبا. هلا اذا المقاومه زادت صارت مثلا 2 كيلو او نحكي 3 كيلو، صارت 3 كيلو مقاومه، كيف الفولتج لهون؟ وهي 1 كيلو لسه، الفولتج هون شو بيطلع؟ انك تعمل فولتج ديفايدر مزبوط، والربع هون انا حطيت رقم صغير فالربع، وبتشوف الربع الفولتج هذا كيف بيعطي. فبالطريقة هاي 100%، بالطريقة هاي تقدر تعرف قديش شدة الإضاءة. واضحة الفكرة كيف بستعمل ال دي ار؟ فبنشبكها مع السنسور، مع الام سي بي، مع الراسبيري باي. هلا الام سي بي في عندها اكثر من مود كمان، في عندها أوش أكثر من شانل، عندها 7-8 شانلز، وعندها ممكن يكون سينجل، يعني عندها بتحكي مع يعني صفر صفر وفولتج، أو بدك يعني هاي أنت بتحط الفولتج اللي عندك زي ما هو مثلا، وبكون الجهة الثانية الريفرنس بالنسبة إنه هو الصفر. وممكن واحد يعمل إشي اسمه ديفرنشال، إنه يكون عندنا إنبوت يعني واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، اللي هي ديفرنشال بسميها، انه في الفرق بينهم، بقيس الفرق بينهم. هون بقيس طبعا بالنسبه للصفر،
فبدك تعرفه من هون. هذا في ايش اسمه بت دي 0 دي 1 دي 2 هذول 0 0 0 بدك عن شانل 0 والسنجل او ديفرنشال حسب اذا واحد هون او 0. ف من الداتا شيت بنروح هاي شغله الداتا شيت بنقول لكم انه عشان انا اقرا من شانل 0 لازم ابعث الشانل هون اللي هي دي 0 دي 1 دي 2 لازم يكون مثلا اذا شانل 0 لازم يكون سبار. اذا بدي سنجل معناتها هاي واحد لازم اعمل ستارت بايت يكون اول بس بت واحد. وعندي هون ببعث شيء فيش اي معنى عشان استقبل الداتا واللي بستقبله بكون عباره عن 10 بت بس ال 10 بت طبعا مش في 1 بايت فبدنا 2 بايتس لهم. فعندنا اول اللو في بايت والهاي في بايت ثاني. هلا الهاي كم وحده هن تنتين. هلا لو قلت لكم بدي استغنى عن تنتين بدي استغنى عن 2 بيتس واخزن هذا الحكي في 1 في 1 بايت فكركم استغنى عن البي 0 والبي 1 ولا استغنى عن ال 8 وال 9 شو رايكم؟ لو بدي انا اخزن هذا الحكي بس في 1 بايت هنقول عنده ايرور اقل اني اتخلى عن الهاي بيتس ولا اللو بيتس يعني اتخلى عن 8 و 9 ولا اتخلى عن 0 1. هلا الهاي الموست سيجنيفيكانت بيتس الموست سيجنيفيكانت بيتس اللي هم 8 و 9 لو اتخلى عنهم هات نشوف نحط رقم حطوا رقم 8 حطوا رقم 8 بالباينري. كيف رقم 8 بالباينري؟ حطوا رقم 9 بالباينري. هلا لو بدي اشيل منهم واخلي هدول 3 بيتس بدل ما هم 4 بيتس اشيل البت على الشمال والبت على اليمين اللي يضل قريب على الجواب الاصل اللي عندي. فانتوا شلتوا مين اللي على اليمين يعني بصير اقرب. اذا شلت على الشمال بصير الرقم كثير يعني يعني لما تحكي 1900 ومثلا 77 مثلا او 78 1978 انا لو شلت ال1000 على الشمال الموست سيجنيفيكانت بصير عندي رقم كثير يعني بتغير عن الحقيقه. فتاثير على اليمين اقل 100% على اليمين تأثيره أقل. فلو بدي أشيلهم أنا بشيل على اليمين ما بشيلش على الشمال لأن الشمال هم الموست سيجنيفيكانت. فهيك هيك بدي إياهم هدول بدي إياهم هدول بقدرش أستغنى عنهم فلازم أستعملهم لأنهم بتفرق بين رقمين. يعني هناك ممكن تفرق زائد ناقص واحد هون تفرق زائد ناقص 512 مثلا ففي فرق كبير. فالفكرة هون هلا بدنا نشوف كيف نكتب الكود. طبعا بدنا نشغل أول شيء بدنا نعمل كونفيجريشن على الاس بي اي على الراسبر باي للاس بي اي. ففي شيء اسمه راسبر باي كونفيج تختاروا انترفيسنج كنترولرز اوبشن كنترولر كونفيجريشن بعدين تختار الاس بي اي وتعمل له انيبل وهذه هلا بنكتب الكود. هات لنشوف الكود. الكود بسيط فيش فيه إشي. بدك تعمل import لل SPI dev library تعمل له open 00 تحط 1 ميجا هرتز السبيد. وهلا شو بدي أعمل أنا بالضبط؟ بدي أقرأ من ADC. فبدي أقرأ من ADC فببعت data بدي أبعت 3 بايتس. أول بايت واحد. هلا بدي حدا يحكي لي هذا الرقم كنت متذكرين شفت اي هوب هذا الرقم لو شانل زيرو. لو انا بدي احكي عن شانل زيرو يعني هاي كلمه زيرو هون شانل وهاي زيرو. زيرو زائد 8 كم؟ 8. هلا الشفت هاي شو بتخلي هالرقم يصير؟ يعني اكتبوا لي 8 بالباينري ونكتبها بعد ما نعمل شفت أربع خانات. هلا بدنا نعملها شفت لوين؟ بالضبط بالضبط.
ذاكرين انا هون هلا شايف بدي انا ابعت الشانل هون الثلاث اصفار احطهم هون والبيت هذا احطه سنجل. ليش بدي احطه سنجل؟ لان بدي اعمل سنجل اندد يعني بدي واحد، لانه بدي احكي اقيس الفولتج مقارنه مع الزيرو مع الجراوند مش مع شانل ثانيه. يعني بقدر انا اقيس الشانل مثلا زيرو مع 1 وهي بوزيتيف وهي نيجاتيف يعني بينهم ديفرنس، بس انا بدي اقيس السنجل فهون بخلي واحد. فانا بدي ابعت حقيقه لما ابعت اذا بدي شانل زيرو لازم ابعت 1 0 0 0. هلا هاي دونت كير يعني احطهم اصفار، وهاي دونت كير احطهم اصفار، بس انا لازم ابعت في الاول بت بايت 0 0 0 0 اول بت واحد، وابعت بعدين 1 0 0 0. فكيف بعمله؟ بالطريقه هاي. فهاي هي هاي هي انا عامله هون وزيرو لانه هو دونت كير اصلا. هلا بتجيني الداتا في الاي دي سي هذا في الفاليو اسمها اي دي سي. هلا شو رايكم شو يعني اي دي سي 1 اند 3؟ شو يعني اند 3؟ لما اعمل شيء مع اند مع 3 شو بعمل فيه؟ كاني هات نرجع نشوف هون. هاي الداتا لما اعمل اند مع 3 متذكرين الآن كيف بعمل فيها؟ يعني لو قلت لكم رقم 12 and مع الثلاث شو بيطلع الرقم؟ حد يعمل 12 and مع الثلاث. هتشوف اللي عمله أنا توقع أنكم ستعرفون. هاي رقم 12 هو 10. أوه 12 رقم سيء. أنا رقم سيء جايب 12 طلع صفر. أنا كنت بديش 12 أصلاً، بدي رقم هات أشوف زي هيك مثلاً. خلينا نشوف بالضبط مظبوط. بدي رقم زي هيك وأعمل له AND مع الثلاث. AND مع الثلاث يعني 1 1 1 0 1 AND مع الثلاث اللي هي شو بيطلع هذا الرقم؟ لا 1 and 0 0 0 0 1. يعني انا حقيقه شو باخذ الرقمين اللي هون زي ما هم، اللي على الشمال شو بصير فيهم؟ بتصفروا. واضح؟ كمان مره لو عندي انا رقم زي هيك and مع الثلاث شو راح يطلع الجواب؟ هلا هذا 1011 and مع 0011 اللي هو 3 وهي and هاي and. فالجواب تاعته رايكم شو الجواب تاعه؟ طلع واحد واحد صح؟ بيطلع يعني واحد اند واحد. فانا معني فاذا عندي رقم مثلا زي هيك 1 0 1 1 0 1 1 1 وانا معني بس بهدول التنتين، يعني معني اخذ اللي هون هاي مثلا اكس واي، وانا معني بس بالاكس والواي. فبعمل اند مع الثلاث فشو بيطلع الجواب تاعتها؟ 0 0 0 0 x y صح؟ يعني انا الوحدات بعمل اند، اي شيء مع الواحد بضل نفسه، واي شيء اد مع الصفر بيطلع صفر، فانا بدي نفسه فبيطلع دائما x y. فانا بدي اياهم هذول. هم حكيت هذول شو هم؟ هذول هم البيتس اللي انا بدي اياهم، هذول الاثنين هذول 8 و9. الثمانية والتسعة بدي أخذهم وبعدين شو أعمل فيهم؟ أعملهم شيفت على الشمال وأجمع لهم الرقم اللي هون. يعني إذا أجاني طبعا تنسوش أول بايت، ما عندي أول بايت فيش له معنى عندنا أصفار، فأنا مش معني فيه أول بايت أصلا.
أنا معني في البايت الأول، يعني هلا هون بنعد من صفر طبعا، بنبعت صفر بدي أعمل أند لهاد مع ثلاث، وأعمل له شفت للشمال وأجمع له الاثنين. يعني الفكرة هون كاميرا، الفكرة هون إنه أنا بدي أنا ها اللي هون خلينا أجيها معي هناك، كاميرا أنا شو بدي أعمل هون؟ بدي أخذ هذول التو بيتس وأخذ هذول، يعني لو كان الرقم هون 1 0 0 1 بلاش 0 هاي تكون 0 هاي تكون 1 هاي تكون 1 0 1 1 0 0. شو هذا الرقم؟ هذا الرقم عبارة عن هون 12 صح؟ هذول 12، هذول 32 و 64، ال 120 مش موجودة. فهذا الرقم كم يطلع يا جماعة؟ هات شوف 1. هذا الرقم شو المفروض يطلع هذا الرقم بالديسمال؟ هات شوف شو بيطلع معكم 64 في ايش 64 32 96 و12 وكم هلا هذا بالنسبه لنا هذا رقم كم جماعه؟ معقول تسليم. هذا الرقم كم الواحد اللي هون كم قيمته؟ ما أعتقدش 800 بيطلع، توقعش. لحظة شوي، هذا الرقم على الشمال كم قيمته؟ هذا الرقم كم قيمته على الشمال؟ الون 600 معقول. هذا الرقم على الشمال حد يحكي لي بس كم قيمته؟ أتأكد أنكم فاهمين علي. هذا 512 مضبوط، هذا 512 هون صفر صفر وهون صفر، يعني هاي المفروض تكون 256 وهاي 120 مش موجودة. فعندنا 512 زائد 64 زائد 32 زائد كم هاي؟ 8 زائد 4 صح؟ حد يجمعناهم بيطلع 620 26. هلا هذول التو بيتس كيف بدي اجيبهم؟ لازم اخذهم لحالهم بالاول واعملهم شيفت ثمان خانات، اعملهم شيفت ثمان خانات. فالفكره هون اني انا بدي اعملهم شيفت ثمان خانات، يعني البي 9 والبي 8 بدي احط قدامهم هيك. وأجي أجمع إيش؟ أجمع لهم إيش؟ أجمع لهم 00، أجمع لهم إيش؟ البي 7 البي 6 لعند البي 0. هذه الفكرة فاللي هو نعملها، بعمل AND مع الثلاث، فبأخذ أول 2 bits من البايت الثاني بجمع له البايت الثالث. تنسوش احنا بلشين نعد من صفر. واضح شباب؟ واضح كيف اجى هالحكي من الداتا شيت هاي؟ يعني احنا بعتنا واستقبلنا. ف
فول دوبلكس. بعتنا له واحد والشانل وانه هذاك البيت ست اللي هو انه سنجل، وبعتنا له رقم صفر اللي هو دونت كير اللي هم هدول، هذا الصفر اللي هو دونت كير، هذا هو الواحد تاع الانيشال ستارت، وهاي هو الشانل. بالطريقة هاي بنقدر نقرا. طبعا بعمل رن بستعمل بايثون ام سي بي، يعني اكتب كلمه بايثون ام سي بي اذا انت مسميه ام سي بي، فالمفروض يقرا الاضاءه. طبعا الارقام هون هاي المفروض تكون بين اي رقم واي رقم. شباب الأرقام اللي هون بين أي رقم أي رقم مفروض، طبعا هون برجع بكتبها بس، يعني بس بعمل إيش print، بعمل call للfunction اسمه read channel زي ما حكينا، هذا function def function بنعرفه زي ما حكينا، الidentification إنه يكون داخل جوا، فهو بقرأ channel zero ببعته هون zero 8 زائد 0 بتاعت 8 شيفت بصير 10000 يعني 7 أصفار، فهو من 0 ل 1023 بالضبط، من 0 ل 1023. اوكي بدي احكي لكم بس عن شغله ثانيه على السريع. شو في اشياء واحد ممكن يستعملها مايك كنترولرز؟ اذا انت معنا بشيء انك مثلا تتحكم في سمارت هوم ولا اشي، وانت محتاج الواي فاي والبلوتوث وهيك شغلات، في كنترولر برضو مش غالي رخيص اسمه ASP. هلا ASP 8266 هو الاقدم، بس في ASP 32 هذا مايك كنترولر كامل، هذا مش كامل، هذا بده مثلا تشبك معه اشي ثاني، بس هذا بيعطيك مجال تعمل مثلا ويب سيرفر، هذا ويب سيرفر. شايفين اللغة اللي هون، حد بيعرف شو اللغة اللي هون؟ طبعا انتم مش تخصصكم هذا الشيء، بس انه جزء في حد بيعرف، حد بيعرف شو اللغة المكتوبة هون؟ شو الشيء اللي هون؟ هذا HTML مزبوط، HTML. فهذا HTML بتقدر تكتب يعني زي هيك انه HTML بيطلع عندك لما تعمل، بتقدر تحط له IP address زي هيك، اي بي اس هون حط محطوط 32 32 32، تقدر تشبك على الواي فاي عندك في البيت وتعمل اكس عليه وتعطيه يوزر نيم باسورد، وبتتحكم مثلا بتضوي ليد هون، طبعا تطفي ليد بس انه ممكن تتحكم في شيء اكبر من هيك باستعمال ايش، طبعا يعني البيضوي ليد بيقدر يضوي موتور، كيف مفهوم احنا تعلمناها كيف شغل موتور مش ليد، شو بلزمني كمان، او شغل 220 فولت ديفايس ريلي، عاده بدي ريلي موديول، فهذا يعني الكنترولر منيح لو حد يروح على شيء اسمه واي فاي، يشبك مع الواي فاي مع ويب هيك. في إشي تاني تكسس إنسترومنت اسمه، هي اسمها لانش باد، هي حقا هي TMC TM4C 123، هاي عليها باسز كثيرة وعليها إنبوت أوت كثيرة، عليها ADCs كثيرة، عليها داك، عليها كان باس. هذا CPU اللي هون كورت ARM بروسيسور كورتكس 32 بت، وهاي برضو واحدة من الأشياء اللي ممكن نستعملها. في الـ STM برضو كنترولر رخيص بس يعني powerful أكثر من الـ 432 بيت اسمه STM، في كثير versions منه. في تينيسي برضو كنترولر برضو مش سيء، كورتكس برضو دول كورتكس زي الراسبيري باي، إنه ARM كورتكس CPU على كان باس برضو، وعليه باتسوزيزيشن اي سكوير سي، شغلات اللي بنعرفها كلها.
فهاي كنترولز كمان للمعلومات موجودة. آخر موضوع بدي أحكيكوا عنه، بدي أحكي عن إيش اسمه كان باس. هلأ حكينا قبل شوي عن الـ SPI. هلأ شو بنعرف SPI I2C وإيش كمان؟ دول بشوها بعض. SPI شفنا اليوم، I2C والإيش والسيريال، هدول الثلاث شغلات شفناها لحد هلا. هلا اليوم بدي احكي شوي بس عن ايش اسمه كان باس. هلا الكان باس وين مستخدم؟ حد بيعرف وين كان باس مستخدم بكثرة؟ لازم افرجيك الصورة اللي قبل، الصورة اول أول محاضرة بس كانت موجودة. شايفين شباب هون الكان باس. الكان باس هو مستعمل في السيارات حقيقة، أكثر باس مستعمل في السيارات حقيقة هو الكان باس. مش موجودين معناتهم. Can you hear me؟ شكله لا. دكتور الصوت مسموع. طب شايفين السلايدز؟ لا هلا بس وقفت الشير. بس قبل شوي كنت شايفينه. بس دكتور الفاينل لوين راح يكون؟ الفاينل لحد محاضرة اليوم. ومن وين ببلش؟ بدناش أول إشي من الأردوينو. تمام دكتور. خليني شوي أحكي عن الكان باس، شوية معلومات عنه. مالتيبل تشويس، نعم الفاينل مالتيبل تشويس، بس في أشياء، في أشياء يعني مش بس مالتيبل تشويس، في شوية حل كمان. تمام، هذا هو الكان باس بالسيارات. هلا نحكي عن الكان باس نفسه. روحنا بس توين شباب. أيوة شباب. هلا شوفي بالسيارة شغلات، شوفي بالسيارة شغلات سنسورز، ممكن يكون درجة حرارة، ممكن لل RPM revolution per minute للموتور، الاير كونديشن للغاز ممكن. بالضبط، يعني في شغلات كثير هون. هلا وين الاير باج؟ شايفه أنا هاي كراش سنسور. هذا بشكل ايرباك. فهلا شو رايكم هدول، شو اهم شيء يكون فيهم؟ انه هدول اشياء مش نفس الاولويه لهم، هاي شغله مهمه. يعني لو سالتكم هون شو اكثر شيء عنده اولويه هون ممكن يكون؟ دكتور
انت في هون الايرباج. شو اكو شو ايش اكثر ايش عنده اولويه المفروض؟ كراش سنسور، الايرباج، هاي اشياء. ف كيف ممكن احد يعمل هيك شغلات؟ كيف ممكن يعمل الاولويه انه صار كراش من شغل الايرباج مثلا؟ فهذا الباص هو اللي بيعمل هاي الاشياء. في عندنا ابلكيشنز طبعا في الاصل، في عندنا ابلكيشنز، وفي عندنا زي التايمر مثلا، يعني هو زي بيشبه النتورك حقيقة. في ابلكيشنز زي مثلا بتحكي عن الانترنت، مثلا نحكي عن ال HTTP انتم بتستعملوه كل يوم مثلا، هذا بنسميه ابلكيشن. وفي شيء تحت اللي هو كيف نبعث الداتا وكيف شكلها وكيف يعني الداتا هاي باي فولتج ليفلز. ف بنحكي عن داتا لينك وعن الفيزيكال لاير. ففي عندنا داتا فريمز عاده بكون عندنا، انت بتبعث داتا وحد بيستقبلها الداتا، ممكن تكون انت تعمل ريكويست للداتا، ممكن تطلب داتا، ممكن تبعث داتا. فالداتا فريم شكله هيك. لا مش أقدر أخلص هالأشياء بمحاضرة صغيرة، بس أعطيك فكرة إنه في عنا start of مثلاً frame، عنا remote transition request، عنا data feed، عنا CRC. هلا كل هاي أشياء عش حد عمر سمع مثلاً في CRC؟ بتوقعش CRC حد عمر سمع فيها مثلاً. هلا start of frame بجوز هلا صار عندكم فكرة. إذا متذكرين مثلاً بالسيريال كيف الستارت كان، مذكرين الستارت كيف شكله والاند كيف شكله؟ في عنا ستارت بيت واند بيت، مذكرين؟ او بالاي سكوير سي في عنا ستارت وعنا اند، وهي نفس الشيء بنفس الطريقه. في عنا شيء اسمه اكنولجمنت. شان اكنولجمنت؟ اكنولجمنت شو رأيكم؟ شو فيكم ممكن يكون معنى كلمة acknowledgement field؟ هلا شباب acknowledgement إنه إيش؟ نشوف. هذا حكينا شو يعني ممكن يكون كلمة acknowledgement. acknowledgement يعني إنه وصل كل شيء تمام. acknowledgement. CRC شو بعرف من CRC؟ حدا عنده تخيل شو ممكن حدا يعرف من CRC؟ CRC شو ممكن نعرف منه؟ CRC حكى مثلا من الايرور، انه هل صار ايرور ما صارش ايرور، هاي وصلت أو ما وصلتش. في شغلات كثير، في عنا نبعد عن بعض عشان ما يدخلش الباكيت في بعض. فهاي الأشياء كلها هاي شرحتها والنيمينج تاعتها. هلا في إشي مهم هون اللي هو الأربيتريشن. هلا مين اللي بياخذ الأولوية؟ مين اللي بياخذ الأولوية؟ حقيقة هون في إشي اسمه دومينانت ريسيسيف، اللي هو الأند جيت. حقيقة هي أند جيت، إنه إذا واحد حط صفر واحد، إذا الجهاز حط رقم صفر في الادرس تاعه والجهاز الثاني حط واحد، الصفر هو اللي بفوز. صفر صفر بضل صفر، واحد واحد بصير واحد. كيف هالحكي؟ شو يعمل الحكي هذا؟ خلينا نشوف المثال. لو في جهاز الاي دي تاعته 14 و15 و16، حطوا صفر صفر واحد، اللي حط واحد خلص بقدرش يكمل، مش مسموح يكمل لأنه في حدا حط صفر. الصفر هو اللي بفوز، فهون بطلع صفر على الباص. and لهدول كلهم بطلع صفر. هلا مين بكمل؟ بكمل مين شباب؟ مين بطلع؟ بطلع 16 من هاي العملية. هلا بعد هيك بكملوا 15 و14، واحد واحد أوكي، واحد واحد ضل واحد، واحد واحد ضل واحد. هلا الأخير حط صفر، فمين بفوز؟ الـ 14. فهاي فكرة
الكامباس انه بديش حدا يحدد، او انا محددها مسبقا عن طريق ايش، انه اللي عنده الاي دي اللو في النهايه شو هيطلع معناها هذه، انه الديفايس اللي عنده الاي دي واطي شو ماله، شو البريوريتيات بتطلع. طبعا واحد بحط اي دي وبحط داتا، بحط اي دي وبحط داتا، ف اللي عنده اي دي اقل اي دي هو ايش ماله دائما راح يكون بالضبط، هو اللي راح يفوز، هو اللي بيقدر يكمل ويحط داتا، فهو هاي عنده البريوريتي اعلى واحد بالضبط، هذا اهم واحد. فلما نيجي نشوف هون مثلا في السياره بنلاقى انه الاي ديز الصغيره مخدينها الاشياء المهمه، مثلا تاع الكراش سنسر مثلا. واضح فكرة الاي دي، يعني هاي شوية صعب اشرحها، يعني السي اف سي مثلا صعب حدا يشرحها بسرعة، بس انه الفكرة هون انك تعرفوا انه هذا البروتوكول زي الانترنت، بس المنيح فيه انه في عنده بريورتيز. هلا بالضبط الاي دي في النهاية هو الاقل واحد هو اللي راح يفوز. في عندنا acknowledgement عشان إنه وصل مسج أو ما وصلش، لازم إذا وصل حد يبعت acknowledgement، ما وصلش معناته ما فيش acknowledgement معناته في error. هلا شو ال errors ممكن تكون CRC check مو error، مثلا يكون ال access slot فيها مشكلة، الفورم stuff bits، فهاي أشياء يعني صعب أشرح هلا حضرة صغيرة، بس هاي نوع من errors. يعني CRC check مثلا، يعني لو سألتكم أنا بسطها، لو بدي أبعت رقم 10 و11 و12 كيف ممكن شو تقولوا لي بدي أعمل إشي أعرف إنه صار إيرور، يعني 10 و11 و12 وصلوا صح ولا غلط، شو ممكن أعمل؟ يعني عندي رقم 10 و11 و12 بعتهم، شو ممكن أبعت معهم وأعرف إنه صار إيرور ولا ما صارش؟ يعني هاي الداتا 10 و11 و12 شو ابعث معهم كمان رقم بدلني اذا صار ايرور ولا ما صارش ايرور، شو ممكن واحد يفكر مثلا شيء بسيط. هلا احنا بنعرف حاجات الباريتي 100%، الباريتي اذا عدد الونز، اذا انا بشتغل على الاود ايفن وعدد الونز كان ايفن بضيف لهم واحد بصيروا اود، او اذا كان هم اود فبضيف صفر بضلوا اود. فاذا وصلوني وكانوا اذا انا بشتغل على الاود وصلوني وصلوا ايفن معناته في ايرور. إشي تاني ممكن حد يعمل، حتى حد يفكرنا بإشي تاني غير الباريتي، الباريتي واحد من الشغلات المستعملة، بس هذا بيعمل شكله إرر واحد، يعني صار تو إرر مشكلة. حد سمع في إشي اسمه تشيك سم مثلا، تشيك سم إنه لما أبعت 10 و11 و12 شو ببعت معهم؟ مجموعهم، يعني شو مجموعهم؟ يعني ببعت 10 و11 و12، 10 زائد 11 زائد 12 بيطلعوا 33، يعني ببعت 33 مع 10 و11 و12، وعلى الريسيفر شو بجي بعمل؟ باجي برجع بجمعهم كمان مرة وبشوف هل مجموعهم 33، فإذا في مشكلة إذا ما طلعش مجموعهم 33 ما صار في مشكلة. هاي من الأشياء السي آر سي بيعمل إشي بيشبه هذا الإشي، بس هناك بستعمل قسمة، بستعمل قسمة في فانكشنز بنعرفها بعملها نقسم عليها ونتأكد إنه فيش إيرورز. فبالفيزيكال لاير في عندنا ترانسيفرز، ليش ترانسيفرز؟ لانه حقيقه الداتا اللي هون مش صفر واحد، هاي الداتا لها ليفل ثانيه اللي هي مثلا ممكن تكون واحد ونص واثنين مثلا، فاللي بيحول هاي الاشياء هو ترانسيفر، ترانسيفر بحول الفولتج للليفلز بدنا اياها، زي اذا متذكرين الماكس 232 الار اس 232. اوكي هذا كنت بدي احكي لكم شوي عن الكانباس. هلا سؤال لكم، بتحب نعمل كمان محاضره عن الكانباس بالتفصيل الاسبوع هذا في اخره، ولا انا مش حابب ادخل ماده جديده في الفاينل؟ ليش؟ لان الفاينل قريب، بس اذا بتحبوا انا ممكن اعمل كمان محاضره على الكانباس ما ندخلش في الامتحان.
تحب يوم الأربعاء نعمل محاضرة ولا نوقف لهون؟ شو رأيكم؟ Can you hear me؟ هل تسمعونني؟ أشباب صبايا والله زي ما بدك يا دكتور. خلينا نجرب أعمل مثال يوم الأربعاء. أول شيء خلينا نشوف، أشوف كم شغلة.